التصوف هو اقرب الى المسيحيه ام الى الاسلام؟ هذا اللي بدي اوضحه، انه هو منه مذهب خاص، مسلك روحي ياخذ به الانسان نحو الوصول الى الحقيقه. لكن يعني في حديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه بيقول ان الطرق الى الله بعدد انفاس الخلائق. حديث هذا حديث صحيح؟ لا بغض النظر صحيح. لا هو صحيح بغض النظر اذا كان صحيح ولا لا. انا اؤمن بهذا الحديث بس انا عفوا لا ما قصدي لا انا القصد بغض النظر قصدي هينك يعني لا نقول قال رسول الله نعم. هذا تكذيب عن النبي ما بدنا نخش الى النبي يعني خالف احاديث صحيحه شيخنا شيخنا فكره تنقل النقل بامانه واضح اذا بتسمح لي إذا بتسمح كذب علي كذبة تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ ليس القصد في الكذب إن شاء الله مولا. ما عم يقول لو سمح هيك عم بقول لك انتبه واحد كل حذر إن كان الحديث صادق أو منسوب إلى الرسول أو لا العبرة في هذا أنت الموضوع أنت بتؤمن بهذا الكلام أؤمن أن كل إنسان له بصمة خاصة في علاقته مع المعشوق الأول أنت اعتبرت مرتد عن الشيعة لما طبعا أكيد لأن وفاجر ويعني فاسق وفاجر ومرتد ليه؟ في أسباب كثيرة أول سبب من هذه الأسباب هي سبب سياسي السبب الثاني سبب عرف مجتمع تعودت الناس على إطار معين من الأعمال والأفعال والطقوس والشريعة وأظهرت أن هذا الشخص اللي بيظهر من مكان ردود أو منشد إلى مكان آخر يغني إلى أبيات إلى 1000 سنة أو 800 سنة تغني فيها أبيات فيها شرك بالله مثل عطيني قلي شي للحلاج تفضل شو كيف بدك اعوذ بالله قلي ابيات الحلاج شرك انا هو خليني اسمع سمعني شي من اللي بتقوله من الانشاد الصوفي تفضل يعني عم تطلبي منه الاقرار بما هو كفر لحظة انت تتحملين المسؤوليه انا لا لا انا بسمع انت ما تتحمل انا نسمع انت قول استغفر الله العظيم لا انا ارى في التصوف انه جامع ليس لا لا ليس كفر هذا شيء حلو ليس كفر حلو بنسمع عزامك ليس كفرا كفر انا حقي لا حقي جاوب على الكلام اللي سمعته انا من حتى اصنف بكفر او ما دخل مين حجمه مين اقوى من مين ومين رامبو لا تقل لي من قال بالإسلام عقيدة اذا كان الحلاج قضيه جدليه انت ربا حتى تحكم بكفري او لا لكنه يحكم على منطقته استاذ عزيزي قضيه الحكم ما دائما بنرجع نعم ماشيين نحن كلامه ونحكم على عليه من خلال ان كان منسوبا عظيم هذا ماذا عندكم اعتراض نسمع خلونا نسمع تفضل شيخ نحن نحكم عليه رب العالمين مظبوط هيدا منك هيدا كلام كليشيه بينقال دايما كلام كليشيه انه نحن ما مظبوط كلامي لست ربا في معايير رب مش لست اكيد لست ربا حتى تصنف الناس على لك اكيد اكيد هل رايت الحلاج عندما مات عندما نطق بذاك الحب هل رايته انا عم بحكم على ما هو مخالف لعقيدتي انت انت بتكرسي قدره لا اكبر كفر. في معايير معينة مش مين انت معايير لك انت في معايير انت يا شيخ فعالي مستعدين تسمعوا تفضل انا ما بدي اسمع بده يفل لا بده خلينا نسمع الكفر ما بدي اسمع الكفر اعتبريه تطرف ما بسمع للحلاج ما بسمع ما يقول هيدا عدم ما بسمع هيدا عدم ما بسمع هلا القصيص طلع انا ما بدي اسمع غنيه انا يا خي ما بدي هل يجوز ان يا شيخ يا شيخ لحظه هو قصيده بده يقول هيدا اللي عم بيصير هلا قلتي هيدا هو تفضل تفضل لا لا بدك ترجع انت ما عندك عم بتجسد التطرف يعني انا ما عم بطردك من هيدا هو التطرف تحدث وعدم تقبل للاخر يا شيخ انا حر ما بدي اسمع ما عم اظهر حسين خروجك انا كافر واسمعني حسين خروجك انت عم تعبر عن فكرك انا ماني مستعد اني اقر انا يمكن فيها مخالفه شرعيه انه اقعد اسمع لا انت ما عم تقرا انت مخالفه اسمع يا حسين ما كيف الشيخ بتقرب بس هيدا اللي عم تعمله هو عم يجسد موضوعنا اللي بدنا نناقشه هو موضوع التصرف عدم تقبل مش عم تقبل شو عم تفضل علينا سايقه عنك عود اسمعني شوي عم تروح على كيف بتفضح هؤلاء اذا انت مش عارف انه ما بتتقبل وخلصت خلص يا بس انت سجلت موقفك خلصنا لا لا شيخ امام بس نحن شيخ يحكي معنا انت بدك تواجه اذا مربيت عليه قدام العالم
انت انا بدي احكي اللي بدي اياه تمنك موجود شو استفدنا ما بتتقبل بتقولوا خلص حسين يعني للاسف انت خسرتنا الضيف نحن حابين كنا الليله نسمع تجربته غنيه بالغناء الصوفي اراءه اللي بنحترمها طبعا انا بدي وجه تحيه شكر طبعا ل الشيخ أحمد حويلي ولتجربته في الغناء الصوفي ولآرائه ولخياراته بالحياة خسرنا نحن والمشاهدين أن نسمع هالتجربة بسبب هيدا الموقف اللي صار وأيضا بسبب عدم تحمل الشيخ أحمد حويلي للاختلاف مع حسين للأسف هيدا شيء صار ما كنا منحب يصير ولكن يمكن هيدا نموذج صارخ عن التطرف وعدم تقبل الاختلاف للأسف الشيخ كمان عم تقولي له الله يخليك فيدو احمد شيخ صوفي لك شو يا لا مش شيخ لا 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 اللي صار هلا حسين هو تجسيد التطرف فل الضيف بسبب عدم تقبلك فليكن بما يؤمن به يا تسلمي لي ما فيني انا اجي اقول له لواحد تعا سمعني قصيدي كلها كفر اقعد اسمع وضل قاعد ما بقدر اذا انت رحت انا مش شيخ هنا مين قلت علي بين بطل العالم انتوا انا خلص عادتكم انا اذا نحن بنعتبر الشيخ بلال دقماء سلفي واحيانا متطرف عم بقول لك روق يا خي عم بقول لك نحن بدنا نسمعه أنا شو عملت ما مني مجبر اسمع قصيده فيها كفر وفيها حلوليه وفيها شرك وانا اطلب منه اقعد واستمع ما بقدر خلي كفي مرد طب انت قلت ووضحت انه انت ما بتقبل هالشيء طيب وهيك وما زعبته هيدا مثال هيدا مثال للتطرف يدعي الاسلام مرد عليك ما برد عليك فيني اسمع راي العلامه الشيخ فعاني يعني نحن تصرف حسين هو مفترض يكون يعني يرجع لرجال الدين هناك قاعده صرنا ضيف بسبب عم السمع وهناك قاعده بالاستماع صحيح. الاستماع من الاستفعال انا لا استمع اسمع كنت مستعد في يعمل اللي بده اياه انا ما بستمع ولا اؤمن ولا اعتقد عفوا كنت مستعد تسمع له حتى إيه لو كان كلامه فيه شرك بالدين لا اشكال لانني سابين شركه وارد شركه ولا ايه هو مختص مثل ما انا كاني عم بسمع واحد شهود يهوى اخر هم يحكي ونحن خسرنا ضيف بسبب موقفك هلا ولكن انت صحافي متهم بالتطرف انت صحافي لبناني اخر همي قريب من جبهة النصرة اخر اللي هي متطرفة ما اخر هم اللي بيقولوه مش مزبوط كلامه انت شو وضح مش قريب وضح. انا كنت قريب من كل التنظيمات الموجودة في سوريا ليه؟ لأنه أنا كنت عم غطي هناك لا لأنني موضوعي ومهني ولست كلبا عند الأجهزة المخابرات لأنه لما بدي يكون هيك ساعتها أنا الفصائل ما بتقبلني بس أنا كنت عند كل الفصائل صحافي كصحافي ليه منتشر التطرف؟ أنا حزب الله الموجود في لبنان يثق بموضوعية الإعلامية وخليوني أقولوا أكيد؟ لا أكيد لأنه أنا مهني بشغلتي فلذلك أنا استطعت أنه أخترق حدود جبهة النصرة وحتى أكثر من جبهة النصرة اللي بيسمي حاله الدولة الإسلامية تنظيم داعش فيك تفسر لي مهنياً كإنسان مهني ليه يعني التطرف؟ مهنياً أنا لما بقول ليه التطرف عم بيزيد اليوم؟ اسمع سؤالي حسين ما في تطرف عم بيزيد ليه التطرف اليوم؟ في تطرف حضرتك كل تغريداتك متطرفة افتحي الملف يا كل تغريداتك متطرفة افتحي الملف وين أهل السنة؟ التجيش أنا رح جاوبك تطرف هيدا اللي هو تغريداته تجيش انه السنه مظلومين والسنه لازم اسمعي لخبرك تغريداته متطرفه نعم بس انا رح اقول لك ليش ليه؟ لانه الاجهزه التي تحكم في لبنان اساءت التصرف في مكافحه هي اكثر تتطرفا يعني هي التي تصنع هي التطرف في لبنان والمحكمه العسكريه كثير من احكامها بحسب كل خبراء القانون اللي مروا عليها تصنع التطرف في لبنان كيف تصنع التطرف في لبنان هناك من يؤخذ ويحكم ويسجن لسنوات عشر ثم بيطلع براءة وهيدا ما في حدا يعوض له هيدا بده يصير يحبك هناك من سجن قبل تأسيس تنظيم الدولة الإسلامية بسبب خاتم عملك من يصنع التطرف لا أبرر التطرف هناك من سجن بسبب خاتم عليه نقش النبوة اللي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل إنشاء تنظيم داعش وبعدين بس أنشأوا تنظيم داعش وهو بالسجن قالوا له أنت مع داعش قال لهم مين داعش هيدي قصص كلها موثقة وليس كلاما في الهواء هيدي القصص مظلومية أهل السنة في السجون ثابتة بالمستندات والدلائل والوثائق وتكلم عنها أمين عام حزب الله في لبنان
مظبوط ولا لا؟ بتنحل هيك، بتنحل بالتجهيز. انا عم اقول لك المذهبي والطائفي. هلا شو كان في بس سؤال ست هلا شو كان في واجب منه؟ شو كان في اي جهاز امني كبته لحسين لحتى يجي يطلع يتطرف معه للمغني او الشيخ او ما بعرف شو اسمه اللي كان موجود ويقول له انت كافر ويكفر؟ يا حسين التصرفات اللي عم تتصرفها جزء منها متطرف، انت عم تبرر التطرف. انا معك انه في ظلم بالسجون تجاه اهلنا بالكابوس، بس ما فيك تمارس هيدي السياسات وهيدا الكلام. لانه يدعي الاسلام. شيخ دق ما بدي اتهمك بسؤالي بشكل مباشر، حضرتك بتغرد وادائك هو اداء متطرف. وين؟ فكره هو بالاسلام في نوعين التجيش، التجيش السني شو هو؟ في ارهاب ممدوح، نعم، في ارهاب مذموم. في ارهاب ممدوح؟ نعم. الارهاب ارهاب، عدو الله وعدوكم. الارهاب ارهاب. لا ممدوح. ممدوح؟ انا بدي سؤال، المقاومه اللي بتدافع عن نفسها بالجنوب هذا ارهاب ممدوح ولا مذموم؟ هذا منه ارهاب بالاساس، هذا مقاومة. عم يهربون ويهربون العدو. حسن نصر الله من الارهاب، عدو الله حسن نصر الله يتخذ ويقول نحن نرهب العدو. الله عز وجل يقول في القران الكريم هو ارهاب مذموم اللغة، هذا ارهاب ممدوح. الارهاب المذموم يفعلوه الهندوس بالمسلمين مثلا، التعريف اللغوي غلط، هيدا مش ارهاب، هيدا في فلسطين مثلا. يعني هلا بفلسطين، هيدا بفلسطين اللي عم بيصير وعم بيقاوموا اهلنا بفلسطين. هذا يقوم الفلسطينيون جزاهم الله خيرا. عم نحكي عن التطرف، التطرف ليس فقط محصورا بالتطرف الاسلامي، هناك تطرف مسيحي ايضا. عم نحكي عنه مخرج. بدي اسالكم ابونا ملكي عن التطرف، بدي اسالكم ابونا عن التطرف المسيحي، عن عدم تقبل الاخر، عن الممارسات الخائعة يعني الشاذة في المسيحية. وين؟ صربيا. حرق القرآن الكريم أليس تطرفاً؟ وقت اللي بيكون الموضوع مستند على نص كتابي شيء، وتصرف شخصي شيء آخر. ممارسات شخصية طبعاً. تطرف. هيدا واضح. لم يتبنى أي أحد، أي كنيسة، أي بابا، أي كاهن، أي خوري من كل الكنائس ما فعله اللي رسم الكاريكاتير او القص اللي لم يتبنى اي احد. نعم. اليوم بالرغم من كل شيء وبالرغم من كل الصراعات، اتيني بوعظه واحده، بخطبه واحده مسيحيه من كل الكنائس دون استثناء تحض على القتل او على العنف او على التطرف او على عدم قبول الاخر. صربي يا سيدي، صربي واصل. اسمعني يا سيدي، اعطيني. لا لا انا بعطيك خارج اطار السياسه. انا اتكلم دين اطار السياسي. خارج اطار السياسي. انا عم يستفزني خطاب البطرك. انا خارج اطار السياسه. ما هيدا بيولد عنف. لا خطاب البطرك ما هو لا يدخل بالامور الدينيه، ما هو عم بغطيه بالامور الدينيه. لا ابدا ابدا. قتل الناس البطرك ابدا. لا ما قلت يدعو لقتل الناس. ابدا ابدا. كل جماعه تقوم اول ناس بيكونوا ضدهم المسيحيين. وبعطيك اكثر من 100 مثل. وقت اللي طلعت فرقه مياس، نحن عندنا 1360 كاهن بلبنان تقريبا، اثنين كانوا ضدها وال1298 كانوا مع، وهن اللي وقفوا ضدهم. بعطيك شغله ثانيه، نحن اول ناس بنحارب التطرف، واللي بنعلمه بخطبنا وبكنيسنا وبجامعتنا، ما نقوله في السر نقوله في العلم، بنزرع باولادنا الحب والغفران والاحترام، ومنزرع بولادنا محبة الوطن ومحبة الأرض واحترام الآخر. كل هذه المفاهيم نقولها في السر ونقولها في العلن. شكراً لك. التطرف الديني والفن بعد الإعلان. أحمد حسين اللي عم بتقدمه اليوم بالفن، حرام أم حلال؟ حرام حرام حرام. أنا ما بعرف كيف بعضهم هالفنانين مكملين، يعني ما بعرف، يمكن أنا هذا اختبار شخصي بخصني لإلي. الفنان أحمد حسين انطلق بمسيرته الفنية بخطوات ثابتة، فنان مؤمن بفنه وقدراته، وفنان مش أكيد إذا التزامه الديني بيحرمه يكمل مسيرته الفنية. أحمد حسين عم بيفتش على قرار نهائي بين الفن والالتزام الديني. الفنان
الفنان أحمد حسين فنان ناجح مؤمن ملتزم بكل الفرائض الدينية، سأل عن فرضية التناقض بين الفن والإيمان، ورح نشوف إذا لقى الجواب الليلة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. حضرتك فنان، عندك صوت حلو، بتغني، مؤمن ملتزم، بتصلي، بتصوم، كل هيدي الأمور طبعاً. طبعا علاقتك بينك وبين رب العالمين أكيد. ولكن عايش صراع بين أنك تعتبر الفن حرام بين أنك تكمل تغني. سألنا كثير من علماء الدين، من شيوختنا، في عندي شيخ أنا بعتبره هو المرجعي لألي بضيعتنا، أرد علي بطريقة، قال شو قال لك؟ حرام بالطريقة اللي عم بيتقدم فيها الفن بالوقت الحالي. أنت عم بتقدم فن بطريقة أنا حرام؟ أنا ما قدمت لحديت هلأ، أنا كل شيء عملته بحياتي أني قدمت على برنامجين للمواهب اللي هني The Voice و Super Star. وين بتغني أحمد أنت؟ مقاهي للي أبداً. ليه؟ بغني يعني حفلات عائلية، بتكون عائلية بامتياز، أي بغني فيها. ممكن يكون في شرب أنت وعم بتغني؟ لا، ببعد. شو عرفك؟ جرب قد ما فيني أني أبعد. شو عرفك؟ قاعد على كل طاولة أنت؟ حتى أكون معك صريح أنه أنا ما غنيت، لا غنيت. غنيت، ما احنا بالنهايه بشر كلنا بنخطا، ولكن بعض الاحيان بتكوني مضطره والظروف جابرتك غصب عنك. شو اللي ما يخليك تكون مضطر؟ اذا ايمانك قوي ولا يتزعزع. ما عندي انا عم جرب احكي اللي نحن عم نعيشه. انت بحاله ضياع. وغير هيك نحن بشر بنخطا. انت عم بتمارس امور غير مقتنع فيها ومقتنع انها حرام بس كرمال المال. يعني في مصلحة بهيدا الموضوع 100%. أنت عم تبعد عن ربك لأنت مقتنع أنه الغناء حرام كرمال أنك تعيش، صح؟ صحيح، لأنه لهلأ بعدني أنا عم فتش على البديل. الشيوخ قالوا لي ليس حراماً والشيوخ قالوا لي حراماً. قناعتك من جوا شو بتقلك؟ أنا شخصياً بحس أنه الفن اللي عم يتقدم هلأ إذا بده يتقدم بطريقة مبتذلة، يمكن إذا بتقدم الفن بطريقة كلمة مؤدبة ما بتخليك تروحي بفكرك لمكان تاني، ممكن أنا بقناعتي الشخصية ممكن يكون مش حرام. أحمد حسين اللي عم بتقدمه اليوم بالفن حرام أم حلال؟ حرام حرام حرام. ليه بعدك ما اعتزلت؟ لأني ما لقيت البديل. في عهد ووعد بيني وبين رب العالمين، لمجرد أني لقيت البديل فورا سأعتزل الفن كليا. الفنان فضل شاكر اعتزل الفن ورجع هلا عم تغني، شو رايك باللي هيدا الشيء بيرجع له؟ ما فيني انا ما بعرف شو اللي خليه يرجع. انا شخصيا كثير انبسطت له لما سمعت انه اعتزل. ادهم النابلسي اعتزل طبعا وراح على الاناشيد الدينيه وعلى القران. الله يوفقه وهنيه له. تتمنى تكون مثله؟ اكيد وبامتياز، ولكن يعني ادهم النابلسي الله يرزقه يعني اسس حاله. ليه عم تروح على المادي؟ علاقتنا مع رب العالمين أكيد. غير مشروطه. انا ارجع لك على هذا المبدا انه رب العالمين بيقول من ترك شيئا لله عوضه به خيرا، وانا باذن الله حامشي على هذا المبدا. اي متى هيدي الحلقه تحديدا حتاثر علي سلبيا كثير على شغلي. هل تعلن اعتزالك احمد حسين الفن في هذه الحلقه من فوق 18؟ بهيدي الحلقة لا، ولكن ما بعد الحلقة ايه. كنت حابب يعني تأكد أكثر، اسمع من فضيلة شيوختنا إذا كان حلال أو إذا عندهم عندك سؤال تفضل. أول شيء يجب أن يكون ما عندك خلل بالعقيدة. الحمد لله ما في خلل، المبدأ صدقني موجود صحيح. الرزاق هو الله. ونعم يجب أن تعتقد أن رزقك في السماء وما توعدون. وما توعد. وما توعد. صحيح. صحيح. فأنا برأيي توكل على الله عز وجل. قل له يا رب لوجهك الكريم تركت لك هذا السبيل واتجهت الى سبيل اخر اخذ منه رزقا حلالا. ها وحده. بالنسبه لاستاذ فضل شاكر بعتقد انا حسب ظني ما بعرف ما لحق احكي عنه او هذا، ولكن حسين بيحكي. حسين بيحكي. حسين المدافع الاول عن فضل شاكر تغيير صورته التي ورطوا فيها بقصة الإرهاب ما الإرهاب وغير ذلك. عندك أدهم نابلسي مثلا طيب يعني شاب واعد إلى آخره. الله يبارك فيك. ترك هذا لله عز وجل.